حدثنا موسى، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، حاء، وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق الا سبغت او وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو اثره واما البخيل فلا يريد ان ينفق شيئا الا لزقت كل حلقه مكانها فهو يوسعها ولا تتسع تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين